الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. الإخوة ونشيط السادة الصحفيين الكرام، إخوة الضيوف المحترمين، السادة أصحاب جمعية المشروع، أول ما أبدأ به أن أعود فأجدد لكم مباركتي بشهر رمضان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجعله مباركا على بلدنا وأمتنا وملكنا والبشرية جمعا. رمضان اليوم بدأ يثير انتباه العالم، مسلمين وغير المسلمين. في الحقيقة ما عنديش حاجة كثيرة ما نقول. الأخ سيد درويش أخ هو سميته درويش ولكن هو لطيف جدا، وأنا يعني ربما لا أنتبه للتفاصيل. هو صديق عزيز، اشتغلنا مجموعين في مؤسسات، وطبعا كان رئيس ديال الحكومة، هو كان رئيس ديال النقابة ديال التعليم العالي، وكان كيزورني مع السيد داودي وكنتحاوروا وكنتشاوروا مع الأمور وكنتاخذوا فيها القرار. فلما جا كيزورني باش يعرض عليا هذا المقترح، ما بان لي حتى شي سبب باش نرفض فعلا. وأنا اليوم سعيد أن أكون بينكم لولا هذا العطب الذي أصاب المبردات، لكن كيظهر ضروري أن تبقى اللقاءات كما هي، الساخن ساخن والبارد بارد. أنا يعني تشاورت أنا وياه حتى في الأسئلة اللي بغى يطرحوا عليا الإخوان، لكن شي سؤال متعلق بشي حاجة داكتواليتي بحال التقاعد ولا هذا، أنا ما عندي حتى شي مانع. طبعا بحال اللي قال ماشي الدخول في التفاصيل ديال القرار السياسي اللي ربما كاين أماكن أخرى للحوار فيه، لكن بغيت إذا كان من الممكن هاد الأمسية اللي كيرجع لهم الفضل باش اقترحوها، الشجاعة باش يقترحوها ويتحملوا مسؤوليتها. طبعا كل شيء يعني العالم شهد شوية ديال التحفظ اللي كان بعض الإخوة الآخرين، تكون واحد الإضافة حقيقية ونوعية، لأنه إحنا الإخوان نحن أبناء وطن واحد، بل إن هذا الوطن له خصوصية. أنا كنقول هذا الشيء شوية، في هذا الوطن يعني تيخفف لي زاردور، شنو هما لي زاردور بالعربية، الانفعاليات، فتجد أنه هذا الوطن منذ القديم كان شيوعيون في لبنان يستغربون استغرابا أن السي علي عتا رحمه الله يفتتح يستدل في الكلمات ديالو بالقرآن ربما أكثر من الزعماء السياسيين الآخرين، وتيحفظ الدعاء الناصري وإلى آخره، وتي في نفس الوقت اللي تيشوفوا باللي هاد يعني الوطن الناس ديالو اللي كينتميو للتيار الإسلامي، خصنا نقولوها بكل وضوح وبكل صراحة وكل شجاعة، يعني ما هماش بحال الآخرين اللي كاينين في العالم. كاين يعني كاين هاد الوطن وعنده هاد الطبيعة هذه، ربما من الأسباب اللي خلاته يكون هكذا، كل شيء فيه شي شوية تيتقرب، أو إذا بغيتي تقول كاين هوامش مشتركة بين كل فئة وفئة، وهذا من فضل الله علينا، وهذا كيسمح باش في الحقيقة هما المغاربة أقرب ما يكونون إلى أن يكونوا أسرة واحدة.
ولهذا طبعا بعض المرات كتكون شي مسائل مبالغ فيها ممكن، لكن هذا الروح ديال الأخوة والروح ديال يعني الأخوة واخا ما كيكونش الاتفاق، والروح ديال الحوار والعلاقات العائلية. دائما كانوا الناس كيستغربوا تيقول لك هاد السياسيين، ماشي دابا من وقت السي بن سعيد، ياك متبع معايا السي بن سعيد من الوقت القديم كانوا كيشوفوهم الناس انهم تيختلفوا في البرلمان، وملي كيخرجوا كيتسلموا ويتعانقوا الى اخره، وكانوا كيظنوا بلي هذا النوع من التمثيل ومن غير صحيح. هذاك الخلاف صحيح، والقوة ديالو والشرسة ديالو صحيحة، وديك العلاقات اللي على برا صحيحة هي، والإنسانية العلاقات الإنسانية صحيحة. فلهذا أنا كنظن هذه أمور إيجابية، وهي اللي خلتنا نتجاوزوا واحد العدد ديال الصعاب. أنا غنرجع لهذا الشيء في الكلام ديالي، لأن المغرب إلا بدينا غير من الاستقلال لهنا، راه واحد العدد ديال المواجهات جات، وكانت هذه المواجهات صعيبة جدا. كانت الموجة ديال الحزب الوحيد، كانت الموجة ديال القومية العربية، كانت الموجة ديال المد الاشتراكي، كانت الموجة ديال المد الإسلامي. خليني نقولها لكم بوضوح وبصراحة، اللي كتجيب فيها عنفوان، ولو كان ماشي الشعب عنده التقالات يتبعها حتى يلقى راسه يعني في مأزق. وجات الموجة ديال الربيع العربي، كل شيء هاد المواجهات المغاربة تعاملوا معها بواحد الطريقة، ماشي يعني يهرسوها ووقفوا ضدها وكذا إلى آخره، أخذوا منها وتركوا، وواحد شوية بحال كيتعاونوا كاملين على هذا الشيء. طبعا في هذه القضية هذه كتلعب المؤسسة الملكية دور أساسي، إذن هذيك العائلة راه عندها الرئيس ديالها. ففي هذا الإطار أنا استجبت، وأنا سعيد أن أكون بينكم اليوم، وكنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم من نكملوا نكونوا جميع سعداء. شكرا.